السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال نتوما والأسر ديالكم والأحباب ديالكم يا ربي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشارك معكم روتين اللي بديته البارح في العشية وغنكملو معكم هذا النهار في الصباح. شنو حضرت وشنو درت غنبدا لكم هكذا بالوصفة اللي وجدتها بالنسبة للكوتي وعشا كيما تعودتو عليا. هاد الفطائر هادو معمرين بحال دي ميني بيتزا. تبعوا معايا ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. انا بالنسبه للعجينه استعملت الدقيق الابيض واحد شويه ديال دقيق القمح الكامل مع شويه ديال المليحه وهذه الخميره، واحد معلقه صغيره ديال سنيده، وضفت لها واحد شويه ديال الزعتر باش تجي هاد العجينه هادي منسمه. وباش نزيد نسمها ضفت لها واحد شويه من ديك الزويته اللي كنت مرقده فيها الفلفله الحاره. خديت غير شويه من ديك الزويته غير باش تنسم ليا هاد العجينه هادي. صافي وغادي ندوز ان شاء الله نعجنها بالماء. هنا الا بغيتو تضيفوا دان مسوس جوج معالق كبار او لا واحد نص كاس ديال الحليب، حتى هو كي غادي يعطيكم نتيجه زوينه. انا هنايا كنكتفي غير بهاد المقادير، كتجيني العجينه زوينه. غادي نعجنها مزيان وانا كنعجن وانا كنزيد الماء. هنايا كنزعم واحد شويه لان بغيت تجيني العجينه شي شويه رطبه بحال العجينه اللي تعودتو عليا اللي كنحضر بها البيتزا، كتجي شي شويه مطلوقه، لان كل ما طلقات كل ما كتجي النتيجه زوينه، وكتجي العجينه ملي كطيب كتجينا رطبه ومفشفشه من الداخل. صافي هنا بديت كنعجنها بهذا البيطران كما كتشوفوا. صراحه ما يعني نعجنوها حتى بيدينا، راه دغيا كتوجد. هنا كتجيني العجينه ديال هذا اللي كتعجلي العجينه كتاخذ ديال الوقت اكثر من اللي كنعجنها بيدي. هنا كنخليها تعجنها مزيان كما كتشوفوا حتى تشرب داك السائل كامل او داك الماء اللي زدت لها. كنزيد لها في الجهد ديالها باش كتدلكها مزيان. من بعد غادي نضيف لها ان شاء الله واحد المعلقه ديال الزبده، وغادي نخلي عاود العجانه تخلط داك الخليط كامل، ديك العجينه كلها تشرب ديك المعلقه ديال الزبده باش كتجينا العجينه هكذا رطبه. شفتوا القوام ديالها؟ انا عاد غنضيف لها ديك المعلقه ديال الزبده. صافي غنخلطها مزيان وغنخلي العجينه تعجنها مزيان حتى تندمج لي ديك الكميه ديال الزبده مع العجينه. هنا بامكانكم تضيفوا الزبده اولا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون حتى هي كتعطينا نتيجه زوينه. صافي من بعد ان شاء الله غادي نخلي هاد العجينه هادي، غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر. وغندوز نحضر معكم اولا نشارك معكم المقادير اللي غنستعملهم لهاد الفطائر. شي حاجه بسيطه دغيا يعني موجوده في كل بيت. عندي لاصوص طوماط اللي ديجا كنحضرها لراسي، عندي واحد العلبه ديال الطون، هادي ماشي ديال الدار هذا شريتو. عندي هنايا واحد جوج فلفلات متوسطين حمرين قطعتهم دوائر وشحرتهم غير واحد جوج دقائق في الزيت، لان هاد الفلفله الحمراء دغيا كتهبط في الزيت والمليحه. وعندي هنايا الزيتون مقطع، وعندي الفروماج موتزاريلا. صافي هادشي اللي غادي نحتاج بالنسبه باش غادي والحشوه، هادشي اللي غنحتاج فيها. هنا خديت هاد الموتزاريلا كلها حكيتها بهاد الطريقه. بالنسبه للعجينه راه ديجا طليت عليها من قبل، لقيتها خمرات كثار من هكذا، وعاود نزلتها بيدي هكذايا وخليتها تعاود تخمر الخمرات الثانيه. صافي دابا غندوز ان شاء الله نشكلها. شفتوا العجينه كيفاش دايره؟ تجي شي شويه يعني مطلوقه. هنا ضروري نجمعوها بشويه ديال الدقيق باش ما تعذبناش. ها غنضيف لها الدقيق باش تجمع لي هاد العجينه. صافي من بعد غندوز نشكلها ان شاء الله الكويرات صغارين. صافي انا بديت كنقطع العجينه ديالي، المهم عيني ميزاني على قدر، يعني نتوما كتشكلوا العجينه على قدر يعني القد اللي بغيتو ديال دوك
الفطائر ديالكم يجيو كبار ولا متوسطين ولا صغار. انا هنا بصراحه كان عليا نجي نصغرهم اكثر من هكذا. من بعد جبت هذه الغلاقه هذه ديال القرعه، دهنتها بالزيت واخا هكذا مع الزيت كتبدا تلصق في العجينه لان العجينه مطلوقه. من بعد درت لها الدقيق عاد باش عطاتني النتيجه اللي بغيت. انا ضروري تخليهم يرتاحوا واحد شويه، انا ما دغيا كنت مزروبه ما خليتهمش يرتاحوا. ملي كيرتاحوا كيعطيكم الطوع دغيا كيتشكلوا معكم بهذه الطريقه هذه كما غتشوفوا. العجينه مطلوقه واخا كاينه الزيت كتشربها وتبدا تلصق في داك الغلاقه. هنا دهنتهم رشيتهم شويه ديال الدقيق حتى ديك الغلاقه حتى هي دوزتها في الدقيق صافي، وبديت كنشكلهم هكذا على هذا الشكل كما كيبان لكم يعني في لا فيديو صافي. من بعد غندوز ندير الحشوه اللي هي عباره على لاصوص طوماط. مباشره كنضيف فوق منها الموتزاريلا واحد الكميه لا باس بها هذه الموتزاريلا، والطون وهذا الزيتون ودوك الجنيوحات ديال الفلفله انا قطعتها على شكل اجنحه صافي. وفي هذا الاثناء الفران انا كان يعني شاعل عليه سخن، ضروري تخليو الفران يسخن عاد تحطوهم، لان الا درتهم في فران بارد غادي يزيدوا يخمروا لكم بزاف وغادي يجيو منفوخين بزاف. الاحسن يكون الفران يعني سخون. هنا من بعد ما عمرت هاد الفطائر ديالي ودخلتهم للفران كنبقى لي واحد شويه من الحشوه من لاصوص طوماط والفروماج اللي محكوك صافي. قلت غادي نستغل هاد الشيء ما غاديش نخليه هكذاك غير يعذبني هكذا خصني نجمعه في لي بواط وهادي. قلت صافي جبت كان عندي واحد الباكيطه ونص في المجمد كنت يعني مره هكا الا شاط لي الباكيط كنحطو في الفريغو صافي. جبتهم وقطعتهم بهذا الشكل وعمرتهم بهذه الطريقه جاو رائعين. الدراري كيعجبوهم بهذه الطريقه هذه، وفايت لي شاركت معكم هذا الباكيط بهذه الطريقه هذه معمر في الفران على شكل بيتزا كيجي زوين وكيجي لذيذ. كنضيف لهم هكذا لاصوص طوماط من الفوق مزيان، كندير واحد الكميه لا باس بها من لاصوص طوماط فوق منها الفروماج صافي. ودرت واحد شويه ديال الطون اللي كان عندي وزوقتهم هكذا بالزيتون وضفت لهم الربيع من الفوق كيجيو رائعين في المنظر. هنا هاد الفطائر كما كتشوفوا في الفران راهم تنفخوا لانهم فيهم الخميره، وانا صراحه كبرتهم واحد شويه كاعلي نديرهم غير صغيرين باش منين نحط ديك الغلاقه هكذا غادي تبسط لي العجينه ويجيو ارقق ارق يعني ارق من هكذا، ولكن ماشي مشكل جاو بنانين جاو لذاد. كنتمنى تجربوهم جاو رائعين بصراحة. لكن هذا هو الكوتي والعشاء ديالنا، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال.